بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة الفيديو بتاعنا فيديو صغير شوية، هنتعلم ازاي لو عندنا ولاعة فاضية نحاول نملاها ازاي. زي ما انتم شايفين في سبارك، لا في شرارة بس ما بتطلعش نار. اهي هنجيب الغاز، وده يعتبر يعني رخيص، تقريبا 18 أو 20 جنيه. الفتحة بتاعته ديت لو احنا لاحظنا كده هنلاقي فيه كمان فتحة هنا كده، نحاول نحطها كده ونضغط ضغطات متتالية. زي ما انتوا شايفين كده النار طلعت. بدل ما نرميها نحاول احنا ايه نشغلها مرة تانية. النار طلعت. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.